لمزيد من التفاصيل حول الملف الفلسطيني ينضم إلينا من إسطنبول تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا بكم. يعتزم المتظاهرون إذن في قطاع غزة الخروج في جمعة أخرى رغم توعد الاحتلال لهم، ما أهمية مواصلة مثل هذه المسيرات؟ تحية لكم لقناتكم الكريمة على هذه الإطلالة. حقيقة سلسلة المظاهرات والجمعة التي كانت خلال الفترة السابقة هي جزء من إعادة الوعي بعقلية المواطن الفلسطيني والمتظاهرين بشكل عام. نحن عندما كنا نتكلم قبل أشهر وسنوات عن فك الحصار من قطاع غزة كان الاحتلال يقول أن أكثر ما يريدونه هو فك هذا الحصار. خلال المظاهرات التي بدأت في يوم الأرض إلى اليوم هي جزء من سلسلة تظاهرات تقول للاحتلال هذا الشعب يريد ليس فقط أن يرفع الحصار وإنما أن يعود إلى المربع الأول، مربع أن الشعب الفلسطيني قد هجر وأراضيه أمام هذا الشبك وهذه أراضي محتلة كما الأراضي الذي يجلس عليها إخواننا في الضفة الغربية والقدس. وهنا كانت الرمزية، رمزية أنها استطاع أن يعيد الاحتلال إلى المربع، ليس من يعترف بدولة أخويا وليس من ينقص سفارتك إنما بشرعيتك أنت احتلال كله. يعني ربما لو نتحدث بشكل عملي أكثر إلى جانب هذه الرمزية، ماذا تحقق من أهداف مسيرات العودة خاصة في ظل الحديث عن الفاتورة الثقيلة التي دفعها الضحايا من المشاركين في المسيرات؟ أختي الكريمة، هي ليست مسألة رمزية، هي مسألة عملية وعملية جدا. عندما يقف الشعب على السياج المحتل يقول للاحتلال الإسرائيلي أن نطالب بأرضنا، هذه ليست رمزية إنما حقيقة. أما مبدأ الذي يتكلم فيه البعض ويتكلم بلغة الأرقام ولغة ماذا جنينا وماذا لم نجني، حقيقة هي جزء خاطئ من التعامل مع القضية الفلسطينية. إذا كان هناك شعب تحرر من غير أن يدفع ضحية ومن غير أن يكون عنده سجناء وأن يكون له شهداء ويكون له قرى ومدن مهدمة، أعطونا مثال على ذلك. الشعب الفلسطيني يعطي مثل عملي وهو أننا نضحي وأننا نتقدم لنكون أقرب إلى أراضينا، وإن كان هذا يتطلب منا الشهداء ويتطلب منا دفع الأثمان. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني خلال الفترات السابقة استطاع أن يكون عملي بمقاومته واستطاع أن يكون عملي بمطالبه. نبقى في قطاع غزة والتي ربما تعيش نوعا من الموت البطيء، يعيش سكانها في مشاكل اجتماعية كثيرة. هل تظن أن الحكومة الفلسطينية ستفي بوعودها حول رفع الحصار وعدم إرجاع الأمور إلى المربع الأول بمعاقبة القطاع على خياره الديمقراطي وكذلك خيار المقاومة، مقاومة الاحتلال؟ حقيقة أختي بالجو العام الذي نقف به وهو جو أن هناك مظاهرات عامة ضد الاحتلال وهناك شهداء في القدس والضفة وقطاع غزة، شعار الفلسطيني يجب أن يكون أن عدوه هو الاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك مطالبة واضحة وشكل قاطع. الحكومة التي يجب أن ترأس الشعب الفلسطيني يجب أن تكون قد مرت من المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي المعطل يجب أن يكون قد أعطى أوامره للحكومة من أجل أن ترفع هذا الحصار. أنا أعتقد أننا يجب علينا كفلسطين أن نعيد النظر من جديد، هل الحكومة التي يديرها حمد الله تمثل الشعب الفلسطيني؟ وهل مقبول أن يكون هناك رئاسة فلسطينية تجري حصارا وتضيف حصارا على الفلسطينيين فقط لأنهم دائما يقولون أن سلاح المقاومة ليس المساومة؟ أنا أعتقد أن هذا المربعين نحتاج أن نعيد فيهم، حكومة تمثل الشعب الفلسطيني، حكومة ترفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة وبعد مضي 51 عاما على النكسة، كيف يمكن أن تعود فلسطين كقضية مركزية وأساسية للعرب؟ وما هي المطالب والأهداف المتاحة أيضا لتحقيقها؟ أختي الحقيقة يعني بعد 51 عام من احتلال مدينة القدس أو الجزء الشرقي من مدينة القدس، أنا أعتقد شعوبا وعربا وأمم إسلامية وأمم متضامنة مع الشعب الفلسطيني بجميعها، القضية الفلسطينية لها مكانتها ومكان متميز. نحن نلمس أن هناك جزء وجزء علني من العداء للشعب الفلسطيني من بعض القيادات للدول، بعض قيادات الدول العربية وبعض قيادات الدول الإسلامية التي تعتقد كلما طبعت مع الاحتلال كلما كانت أقرب. المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.